أكد المحلل في الاقتصاد السياسي السيد أحمد الياسين في لقاء خاص لبرنامج مجتمع واعي، أكد على أهمية إصلاحات صناديق التقاعد على مستوى العالم، مضيفا أن أنظمة التقاعد هي عملية مستمرة واعتيادية بالرغم من اختلاف الفلسفة والآليات المتبعة في العديد من الدول، لكنها في مجملها تخضع للتقييم والمراجعة كل عدة سنوات بما يتواكب مع الظروف والمستجدات. بالتأكيد الخطوات الإصلاحية الهيكلية هي بحاجة ماسة لها صناديق التقاعد حول العالم، ومثل هذه الحاجة الماسة لخطوات إصلاحية هيكلية أساسية هي بالتأكيد مهمة جدا حتى قبل انتشار فيروس كورونا وقبل يعني هذه التبعات الاقتصادية الخطيرة التي بات يفرضها انتشار فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي. دعوني أبدأ أولاً بتوضيح أهم التحديات الخطيرة التي تواجهها صناديق التقاعد حول العالم في الفترة ما قبل فيروس كورونا. أحد أهم هذه التحديات هو أن متوسط عمر الإنسان في الدول ذات الاقتصادات المتطورة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع الحال الذي كان عليه قبل عقود من الزمن. وهذه الصناديق للتقاعد لم تشهد مثل هذه الخطوات الإصلاحية حتى يكون بمقدورها استيعاب مستوى العمر الجديد الذي يسجله الإنسان حاليا في الدول ذات الاقتصادات المتطورة، ما يعني واقعيا أن صناديق التقاعد باتت تعاني من فجوة استثمارية كبيرة جدا، وهذه الفجوة تزداد اتساعا كلما يعني زدنا في الفترة الزمنية من الآن حتى المرحلة المقبلة حتى يتم واقعيا تطبيق مثل هذه الخطوات الإصلاحية الهيكلية. كذلك أيضا هناك تحدي كبير جدا تواجهه صناديق التقاعد حول العالم، هو يرتبط مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في عام 2008، إذ كان من أهم الأدوات البنكية التي تم اعتمادها من قبل البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية هو اعتماد نسب فائدة متدنية جدا أو حتى أنها سلبية في بعض التكتلات كما هو الحال في منطقة اليورو. مثل هذا الواقع للسياسة النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية الرسمية انعكست بحال من التراجع الواضحة في مستوى العائدات الاستثمارية لصناديق التقاعد حول العالم، وبالتأكيد مثل هذا الواقع استمر لسنوات عديدة، ومن المتوقع حاليا أن مثل هذا الواقع في تراجع العائدات الاستثمارية أن يستمر إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية الخطيرة التي يفرضها على الاقتصاد العالمي سوف ينتج عنها اعتماد والاستمرار في الاعتماد للسياسة النقدية المرنة التي سوف ينعكس من خلالها تراجع مستمر في مستوى عائدات صناديق التقاعد حول العالم.